استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام الليره السوريه في عموم المدن والمحافظات لليوم الثاني على التوالي ما عدا ادلب والحسكه، واتحاد الفلاحين يقرر بيع زيت الزيتون بالتقسيط للموظفين، وتقارير تكشف تراجع كبير في تصدير الالبسه السوريه منذ عام 2018، وانخفاض جديد في اسعار الذهب في الداخل السوري على خلفيه تراجع سعر الاونصه عالميا. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ففيها الخير والبركة، ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. اليوم الثاني على التوالي سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاع أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 ما عدا ادلب والحسكه، وتشير التقارير والاحصاءات الى ان العمله الوطنيه السوريه والاقتصاد السوري يشهدان تذبذب واضطراب شديد، وخاصه خلال العام 2023 التي كان سعر الدولار مقابل الليره السوريه في بدايتها يسجل حوالي 6000 ليره سوريه، والان يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الليره السوريه ما بين 13700 ليره إلى 14300 ليرة، ما ترتب عليه ضعف عام في الوضع الاقتصادي السوري وزيادة في التضخم وتراجع في القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي أزمات متتالية يتحملها المواطن الذي في الأساس يعاني من ضعف راتبه وعدم قدرته في كثير من الأحيان على سد احتياجاته البسيطة هو وأسرته. ورغم معاناة المواطن السوري إلا أني أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ يا صاحبي إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. ووفقا لنشرات مسرح سوريا المركزي، سجل متوسط سعر دولار مقابل ليرة سورية في البنوك رسميا 11500 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في المصرف المركزي رسميا 12600 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. وارتفع سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 14000 ليرة للبيع و 13800 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن المئة دولار هتساوي 1,380,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، اتحاد الفلاحين يقرر بيع زيت الزيتون بالتقسيط للموظفين. وفي التفاصيل كشفت تقارير اقتصادية أن أسعار زيت الزيتون في سوريا أصبحت خيالية وغير منطقية، وخاصة خلال الموسم الحالي، إذ وصل سعر تنكة الزيت سعة 16 كيلو إلى ما يقارب 1,200,000 ومليون ونص ليرة، في وقت كانت تباع العام الماضي بسعر يتراوح ما بين 400,000 ل 600,000 ليرة. وأوضحت التقارير أن اتحاد الفلاحين اعتزم تقسيط عبوات زيت الزيتون للموظفين بهدف تأمينها للجميع. وقال رئيس اتحاد الفلاحين في تصريحات صحفية إنها السنة السادسة على التوالي التي يقوم بها الاتحاد بهذه الخطوة، وحتى الآن نسعى لتأمين الكمية الكافية، وفي حال تم تأمينها سوف يتم هذا الموضوع بأسرع وقت. فكما هو معروف للجميع أن إنتاج زيت الزيتون في الموسم الحالي قليل جدا قياسا بإنتاج الموسم الماضي ولا يغطي حاجة السوق. وعلى الجانب الآخر كشف التقارير عن تراجع كبير في تصدير الألبسة السورية منذ العام 2018. وفي التفاصيل شهدت أسعار الألبسة في سوريا قفزات فلكية، وبات اقتناؤها خارج قدرة المواطن خاصة مع تدني الرواتب والأجور. ونقلت التقارير ما قالته غرفة صناعة دمشق عن واقع الألبسة السورية بأنها باتت غير منافسة في الأسواق الخارجية. وأوضحت التقارير أن تصدير الألبسة السورية تراجعت بشكل كبير منذ العام 2018. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري فقد سجلت تراجع جديد على خلفية تراجع سعر الأونصة عالميا. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد.
وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم السبت، سجل الدولار في دمشق 14000 ليرة للبيع و 13800 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 14100 ليرة للبيع و 13900 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 14200 ليرة للبيع و 14100 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 14300 ليرة للبيع و 14200 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 14150 ليرة للبيع و 14100 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14200 ليرة للبيع و 14150 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم السبت، سجل اليورو 14951 ليرة للبيع و 14732 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10133 ليرة للبيع و 9980 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 17142 ليرة للبيع و 16886 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 490 ليرة للبيع و 481 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3725 ليرة للبيع و 3669 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 45175 ليرة للبيع و 44502 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3798 ليرة للبيع و 3741 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3834 ليرة للبيع و 3776 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 19685 ليرة للبيع و 19395 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 452 ليرة للبيع و 443 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم السبت، سجل جرام الذهب عيار 24 869 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 763 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 654 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 1936 دولار فاصل 31 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6,191,000 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 435 دولار فاصل 98 سنت، وسجلت أونصة الفضة 316,428 ليرة سورية اللي بتساوي 22 دولار فاصل 28 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 10,174 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم السبت، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان، ليسجل مستويات 89,500 ليرة للبيع و 89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك، علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول، ادعمني وتابعني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.